أنت أتوجه لعصام في لندن. عصام، نسب المشاركة يعني المنخفضة أو الأقل مقارنة بالانتخابات السابقة حتى الآن، هل كان أمرا متوقعا وإلى ما تعزى وفق متابعتك؟ هذا الأمر متوقع نظرا لأنه كما ذكرت محمد في المقدمة، هذه الانتخابات الرابعة في أقل من عامين بقليل. ممكن القول أن الإسرائيليين ملوا من مسألة الانتخابات وهم يعلمون نتيجتها جيدا. ما يميز هذه الانتخابات هذه المرة عن الانتخابات السابقة أنه لا يوجد مرشح قوي مقابل بنيامين نتنياهو. في الانتخابات السابقة العام الماضي التي غطيناها كان هناك الكثير من الأمل في أن يتمكن بني غانتس من الوصول إلى رئاسة الوزراء وإنهاء حكم بنيامين نتنياهو، لكن هذا لم يحدث. صار حدث اتفاق التناوب لكن هذا الاتفاق لم يكتمل. هذه الانتخابات لا يوجد مرشح آخر لا يتمتع بالمصداقية أو القبول عند الإسرائيليين من أنه سيكون بديلا لنتنياهو. استطلاعات الرأي التي جرت في إسرائيل أشارت إلى أن نتنياهو هو الأكثر شعبية بين الإسرائيليين، وإن كانت شعبيته قد انخفضت قليلا عن الماضي لكنه يبقى المرشح الأكثر حظا لتشكيل الحكومة المقبلة. ورغم أن هناك معارضة كبيرة لنتنياهو، هناك مظاهرات تجري في إسرائيل بشكل أسبوعي كان آخرها يوم السبت الماضي، لا تريد نتنياهو بسبب مشاكله القانونية ومسألة محاكمته، لكن ما زال نتنياهو يتمتع بتأييد كبير في أوساط الإسرائيليين. الأمر الآخر هو أن أحزاب اليمين التي تهيمن على الكنيسة هي تقريبا مجمعة على أن نتنياهو هو المرشح اليميني لمنصب رئيس الوزراء، حتى الذين يختلفون معه أحيانا مثل نفتالي بنت أو الأحزاب الأخرى مثل ليبرمان، قد يعني في وقت معين قد يتحالفون معه مجددا ويوصون به رئيسا للوزراء. إذا بالنسبة للكثير من الإسرائيليين خاصة الذين يعارضون نتنياهو، هذه الانتخابات لا تعني لهم الكثير. هم تقريبا يعرفون أن نتيجتها ستكون محسومة لمعسكر اليمين ويعود نتنياهو مرة أخرى ليصبح رئيسا للوزراء. نعم، أعود إليك مهند في